الرحمن الرحيم. نكمل اخر حاجه وصلنا لها المره اللي فاتت، ان احنا قلنا ان احنا الريكوايرد بتاعنا ان الاس بتساوي صفر، وان الاس دوت بتساوي نيجاتيف الساين اس، ان انا عايز الاستيتس بتاعتي تروح للخط ده، انا هعرفه، والخط ده فيه الاس بتساوي زيرو، وعندك وبعد كده انا عايز الاس دوت دايما تكون بنيجاتيف ساين اس. عشان ايه؟ يبقى دايما بنحاول ان احنا نقرب للخط ده. تمام. هل ده يحقق للاستابيليتي؟ لا، ده مش كافي ان انا ابقى متاكد ان السيستم بعد كده هيبدا يتحرك من هنا ويوصل للزيرو. ليه؟ عندي كذا حاله. انا ممكن السيستم بتاعي يبقى هنا مثلا، ولما يوصل للخط ده، يعني انا كل اللي عايزه من اليو بتاعتي ان هي توصلني للخط ده. تمام. ليه؟ لان السيستم ده اصلا نون لينير. انت متخيلين يا جماعه، انت خلينا احنا بنمر بقد ايه؟ انت عندك هنا مثلا ممكن تبقى هنا الاكس دي مثلا هنا ب 10 20 30 40، انت قاعد تمر بكام لينيرايزد سيستم وانت ماشي كده يعني. فانت ما انت انت عايز اليو بس ان هو ينقلك من هنا لهنا. ده مين؟ السيستم ده حد لينير انت تعرفه، حد قصدي لينير، حد ستيبل انت تعرفه، حد عارف ان انت لما الاكس تكون بالقيمة دي واكس اتنين بالقيمة دي، لما يكون السيستم بادئ من هنا ان كانيشال كونديشن، هو السيستم هيبدأ يرجع للزيرو. تمام. زي ايه مثلا؟ المثال القديم بتاع الكرسي مثلا، ده كرسي اهوت محطوط كده. فانت لو اديت الكرسي ده ديستربنس وهو اصلا كان بادئ من الصفر، لو انت اديته ديستربنس بسيطة مثلا، نقول مثلا بتاع 20 درجة، وسبته، ممكن الكرسي ده يفضل يتحرك كده ويرجع يبقى ستيبل. فنقدر نقول ان الكرسي ده ستيبل. اه ستيبل. ولكن لو انا اصلا كنت حاطط الكرسي ده كانيشيالي عند مثلا ايه، 60 درجة، انا مميله اصلا ب 60 درجة وانا لسه بادئ، وبعد كده بدأت خبطته، اديته انيشال كونديشن وسبته، هيفضل يتحرك ويرجع لهنا او حتى هيرجع للزيرو؟ لا، ده هيقع. فهنا ان ستيبل وهنا السيستم ستيبل، مع انه هو نفس السيستم، بس عشان دي نون لينير، والنون لينير بيتعرف انت بدأت بانهي انيشال كونديشن، بادئ عند انهي انيشال كونديشن. بدأت وال انيشال كونديشن بتاعك كان ستيبل، هيرجع للستيبل. انيشال كونديشن بتاعك شغال عند حاجة unstable، فمش السيستم بتاعك هيبقى unstable. فالكريتيريا بتاعتنا ان احنا مش مجرد ان احنا عايزين ان الاس تساوي زيرو، لان دي بتساوي اس هنا بتساوي زيرو، واس هنا بتساوي زيرو، واس هنا بتساوي زيرو، واس هنا بتساوي زيرو، ولكن احنا عايزين واحدة من الاس بتساوي زيرو اللي عندها السيستم كداينامكس، كداينامكس بتاعت السيستم من غير ما يحط اي input، هو ذات نفسه بيقول ان هو يروح للزيرو. فالتو سيستمز اللي احنا قلنا عليهم هنا يرجعوا للزيرو، يعني هنا اس بتساوي زيرو، هنا اس بتساوي زيرو. ممكن سيستم لما يوصل لهنا اليو وصلته بس لهنا، فالسيستم ده يبدأ ايه اللي يحصل له بعد كده لما يوصل لهنا؟ هيبدأ يبعد شوية، او لو ما بعدش خالص وفضل هنا، ايه النقطة اللي ممكن تحصل بعد كده؟ لما السيستم اتحرك من هنا لهنا، خلاص اليو هنقول ان مهمتها انتهت عند النقطة دي، ايه اللي السيستم ده هيعمل؟ ممكن يبدأ يتحرك كده unstable. ممكن سيستم تاني يوصل لهنا واليو وصلته لهنا، خلاص يبدأ هو يتحرك كده. ممكن ما يعملش نفس المنظر ده بالظبط، المنظر الأعم ان هو ايه، النقطة كانت هنا انا وديته لهنا، فهو بدأ يتحرك سنة صغيرة، فاليو بدأت تحاول ترجعه. هل هترجعه بقى النقطة أقرب ولا النقطة أبعد؟ فممكن وهي بترجعه ترجع لنقطة أبعد كده، وبعدين يبدأ يكمل، فهي تحاول ترجعه فيبدأ يرجع لنقطة هنا، تحاول ترجعه وبدأ يكمل، فهي بتحاول ترجعه فبعد أبعد، وكمل فهي بتحاول ترجعه فراح راجع هنا. فالسيستم قاعد يبعد، قاعد يبعد عن الزيرو. فالسيستم ده unstable. غير السيستم ده مثلا،
ان انا وديته لهنا وبدأ يكمل، فانا بحاول ارجعه فبيقرب للزيرو، وبعدين هو مكمل فانا بحاول ارجعه بيرجع هنا، وكمل فبحاول ارجعه رجع هنا، وهكذا لغاية ما وصل للايه، للزيرو. فالنقطة في السيستم ده ايه، ستيبل. فيبقى احنا كده الكريتيريا بتاعتنا ان احنا نختار اس بتساوي زيرو بط to be states stable dynamically stable dynamically stable عند ال S اللي بتساوي زيرو دي. فاحنا لو رجعنا للخط بتاعنا، كنا بنعرف الخط بايه، كنا بنقول مثلا هنا x وهنا y. فكنا لما كنا قلنا مثلا 5x بلس y بتساوي s، ففي هنا 5 وفي هنا الرقم المضروب في y، هنفترض ان هو بواحد، تمام، وعندنا هنا s. فال s دي خلاص قلنا احنا عايزينها بزيرو، اتبقى لنا الرقم اللي مضروب في ال s هنا. فلو احنا افترضنا ان السيستم بتاعنا 3 states مثلا، هيبقى بقى هيبقى او 2 states، فهيبقى عندنا s1 x1 بلس x2 بتساوي اس. دي المعادلة بتاعته ودي الاستيتس بتاعتنا. احنا عايزين اس تساوي زيرو، وعايزين نختار اس وان اللي هي الميل بحيث يكون عندها نقطة ستيبل، تمام. ولو مثلا كانوا 3 ستيتس، فالاس بتاعتنا هتبقى اس وان بلس اس تو بلس اكس 3. دي معادلة بلين كثري دايمنشن ده. فاحنا عاوزين ان الاس تساوي زيرو، عايزين بقى نعرف قيمة اس وان واس تو اللي عندها السيستم هيبقى دايناميكالي ستيبل even states does not depend on you. يعني اليو مش هتشتغل خالص، انا عايز السيستم ذات نفسه يبقى هو عاوز يبقى ستيبل. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنقول كده احنا عندنا هنا x1 دوت، وعندنا x2 دوت، 3 دوت. نرجع بقى للايه، دي كده اول مقابلة مع ال مع الاستاتس موديل بتاعنا القديم. احنا عايزين السيستم ده لو افترضنا مثلا ان ديت مثلا بزيرو نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1 اي حاجه الايه اي حاجه، بس احنا عايزين اليو على الاقل يبقى هنا مثلا 0 0 وهنا مثلا 10، اي ارقام، بس المهم ان يبقى في حاجه هنا ايه، بعض الستيتس لا تعتمد على اليو عشان نشوف السيستم بتاعنا. وديت ديت حالة خاصة من او ايه الكنترول كانونيكال فورم، حالة خاصة من الحالة دي، ان انت لو دي كمان بالشكل بتاع اللي هو 010001 وهنا الارقام، فوليت 00 مثلا 10، فده الكنترول كانونيكال فورم. احنا هنا مش محتاجين كله يبقى كنترول كانونيكال فورم، احنا محتاجين البي بس هي اللي تبقى بالشكل بتاع الكنترول كانونيكال فورم، لكن الاي مش شرط. ايه بقى اللي هيحصل في الكلام ده؟ احنا قلنا ان احنا عايزين اس بتساوي زيرو و اس دوت بتساوي نيجاتيف ساين اس. شوف اللي احنا هنعمله هنا بقى، انا هقول كده ات اس بتساوي زيرو، احنا كان عندنا ايه، اس وان اكس وان بلس اس تو اكس تو بلس اكس ثري هتساوي اس هتساوي زيرو. فيبقى نيجاتيف اكس 3 بتساوي اس 1 اكس 1 بلس اس 2 اكس 2. المعادلة دي بتتحقق فقط عند الخط ده، ودي اللي احنا عايزين نتأكد ان الخط ده عندها يبقى السيستم ستيبل، دي اللي احنا عايزينها. بس احنا مش عايزين
ان السيستم يبقى ستيبل في اي منطقة تانية. احنا عايزين بس نتأكد ان المنطقة دي السيستم فيها يبقى ستيبل، يبقى في نقطة ستيبل في السيستم للسيستم ده. تمام، عايزين بس نتأكد من النقطة دي. فشوف اللي احنا هنعمله في المعادلة دي، لو انا جيت رحت قايل هنا كده x1 دوت و x2 دوت، بس مخدش x3 دوت، وحطيت هنا كده x1 وحطيت هنا x2، تمام. المعادلة دي شكلها بقى عامل ازاي بقى؟ خد المعادلة دي من هنا، x1 دوت كانت بتساوي ايه؟ بتساوي نيجاتيف 1 x1، اهي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 x2 نيجاتيف 1 x2 ودي 0. طب x2 دوت كانت بتساوي ايه؟ x2 دوت كانت بتساوي نيجاتيف 1 x1. خلينا نعقد الموضوع شوية ان انت ما تبقاش كده. فانا عندي هنا x2 دوت هتساوي، خلينا نعقد الموضوع شوية ان دي تبقى function في x3. ف x2 دوت هتساوي نيجاتيف 1 في x1 وبعد كده نيجاتيف 1 في x3. طب نيجاتيف x3 دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي s1 x1 زائد s2 x2. يبقى هروح ضيف كده زائد s1 وهنا كده s2 زائد يو، مفيش يو، صفار. فده سيستم اهو، هو ده اللي انا بدور عليه، reduced order form. بقى reduced بقى بدل ما كنا 3 في 3 بقينا 2 في 2، بقى 2 ستيتس بس. السيستم ده سيستم شغال فقط on the line، على الخط ده. اول ما توصل للخط ده السيستم ده ينور على طول يشتغل، بعيد عن الخط ده هو السيستم ده اللي شغال. فانا عايز لما اوصل للخط ده والسيستم ده يشتغل يبقى سيستم ايه؟ ستيبل. طيب عشان السيستم ده يبقى ستيبل اقدر اخليه ستيبل ازاي؟ ان انا اختار الاس 1 والاس 2، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان هنا بقى اختار لي قيمه اس 1 واس 2 بحيث ان السيستم ده يبقى ستيبل. انا هنا كده لغايه ما اوصل لهنا شغال بانهي ستيت؟ شغال بدي. اول ما اوصل هنا اشتغلت بمين؟ اشتغلت بدي. تمام، ف المنظر ده بقى عشان يبقى ستيبل اعمل ايه؟ عادي خالص، تقدر بقى ان احنا نقول ايه، لندا وهنا 1 لندا بلس 1 نيجاتيف اس 1 وهنا لندا نيجاتيف اس 2 نساوي بالزيرو. فبقى هنا عندنا لندا لندا ناقص اس 2 نيجاتيف لندا بلس 1 ناقص اس 1 تساوي زيرو. عندي هنا كده لندا سكوير نيجاتيف اس 2 لندا، وبعد كده هنا بعد كده نيجاتيف لندا، وبعد كده بلس اس 1 نيجاتيف 1 تساوي زيرو. يبقى لندا سكوير نيجاتيف اس 2 بلس 1 في لندا بلس اس 1 نيجاتيف 1 بتساوي زيرو. عندي هنا كده لندا سكويرد نيجاتيف اس 2 نيجاتيف بلس 1 في لندا بلس اس 1 نيجاتيف 1 بتساوي زيرو. السيستم ده كده عشان اخليه ستيبل، مثلا لو قلنا ان احنا عايزين البولز بتاعتنا مثلا عند 2 و 3، يبقى هنا لامدا بلس 2 وهنا كده لامدا بلس 3 بتساوي زيرو، فيبقى عندك لامدا سكويرد بلس 5 لامدا بلس 6 بتساوي زيرو، فيبقى عند 5 نيجاتيف 5 بتساوي اس 2 بلس 1، فيبقى عندك هنا كده اس 2 بتساوي نيجاتيف 6، وعندك اس 1 نيجاتيف 1 بتساوي 6، يبقى اس 1 بتساوي 7. مش عارف انا غلطت ولا لا، بس المهم يعني. فبقى عندنا هنا دلوقتي اس 2 بتساوي نيجاتيف 6 واس 1 بتساوي 7، فبقت عندي اللي هي المعادلة بتاعت اس بتساوي اس 1 اكس 1 بلس اس 2 اكس 2 بلس اكس 3. بقيت دلوقتي ايه لما الاس بتساوي 0؟ بقت 7x1 ناقص 6x2 بلس x3 بتساوي زيرو. البلين ده هو ستيبل بلين، ستيبل داينامكس بلين.
لما الستيتس هتوصل للخط ده هتبقى ستيبل حلاوة. فأنا بس عايز اس واحد تساوي 7 واس اتنين تساوي نيجاتيف 6. طب ما يرجع كده، أنا عندي السيستم ده، عرفت الخط ده. اليو بقى اللي هتشتغل في المنطقة دي تعرف اجيبها؟ ما اعرف اجيبها. فالحالة اللي بقت عندي دلوقتي المنظر ده، ادي الاستيتس، ادي الاستيتس بس موديل بتاعي، ودي الاس 1 بتساوي 7 والاس 2 بتساوي نيجاتيف 6 اللي اتحقق لي الاستابيليتي لما السيستم يوصل لها. طيب انا بقى محتاج اعرف اليو اللي هتاخدني من هنا لهنا. انا عندي اس دوت بتساوي نيجاتيف ساين اس، تمام؟ اس دوت بتساوي نيجاتيف ساين اس. طيب طب ما انا عارف اس دوت دي بتساوي دي باي دي تي لإس، فهتساوي دي باي دي تي اس 1 اكس 1 بلس اس 2 اكس 2 بلس اكس 3. الاسات خلاص ثابته، فهيبقى بقت المعادله بتاعت اس 1 اكس 1 دوت بلس اس 2 اكس 2 دوت بلس اكس 3. الكلام ده بيساوي نيجاتيف ساين اس. طب ما نتعوض كده نشوف ايه اللي هيحصل لنا. اس 1 اكس 1 دوت كانت بتساوي ايه؟ تساوي نيجاتيف اكس 2 بس. طيب بلس اس 2 اكس 2 دوت كانت بتساوي نيجاتيف اكس 1 ناقص اكس 3. طيب اكس 3، طيب اكس 3، اكس 3 كانت بتساوي ايه؟ ماشي سيبها دلوقتي. ناقص ساين اس، فيبقى عندي ناقص اس 1 اكس 2 نيجاتيف اس 2 في اكس 1 زائد اكس 3. اس 3 هتساوي نيجاتيف اكس 1، بعد كده نيجاتيف اكس 3 بلس 10 يو هتساوي ناقص ساين اس. يا سلام، نعم احنا كده نعرف نجيب قيمة اليو بكام. اليو هتساوي 1/10 ناقص ساين اس بلس اكس 1 بلس اكس 3 بلس اس 1 اكس 2 بلس اس 2 اكس 1 بلس اكس 3. واقدر اطلع اليو بتساوي فانكشن في الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 ومين والاس 1 والاس 2. يبقى كده خلصنا. كده اللي احنا عملناه اننا بقيت عارف اليو بكام اللي هتدخل السيستم من هنا لغاية ستيبل ريجون، وعارف الاس 1 والاس 2 بتاعت الخط الستيبل ده، وعارف ان السيستم لما يوصل للمنطقة دي هيبدأ ايه يدخل للاستابيليتي بتاعت.